المحمدية عند باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو السهر بالليل يعني. وعادة كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر، يعني نهى أن الواحد يسهر بالليل بعد العشاء لحكم كثيرة يعني. وأجل ما فيها من الحكم أن الإنسان إذا سهر سهر إذا سهر سهرا يعني مبالغا قد يعني تضيع عليه صلاة الفجر، وهذا واضح وملاحظ يعني. فالسهر منهي عنه إلا سهر واحد فقط، يعني حد يعرف إيه هو؟ قيام الليل يعني. حتى كمان العلماء قالوا قيام الليل لو هيؤدي إلى تضييع صلاة الفجر يبقى صلاة الفجر أولى يعني. قيام الليل طبعا نعم. لا، في سمر، ويعني إنسان يسهر يتحدث. هما طبعا في يعني المنصوص عليه واحد، لكن بعد ذلك استثنى العلماء أمور زي طلب العلم مثلا، أو مجالس الذكر. مجالس الذكر لو حد عنده مثلا درس أو محاضرة في بعد العشاء بساعة ساعتين، هذا من الاستثناءات. وفي استثناء حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، حديث الرجل لزوجته، هذا أيضا منصوص عليه. إلا حديث الرجل مع زوجته إذا تكلم معها بالليل، بل هو مأجور على هذا الحديث. طبعا هي دي مقدمة يعني، هنا مقدمة من الترمذي رحمه الله عشان يخش في حديث كما قلنا حديث مزارع. طيب، أورد الترمذي هنا تحت هذا الباب رحمه الله حديث واحد فقط، هو حديث طبعا من حيث الإسناد ضعيف، ومن حيث المتن فيه نكارة، لكن ساقه الترمذي فنذكره يعني. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل ابن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. فهنا الشاهد من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث نساءه بالليل، يسهر مع نسائه يحدثهم ويحدثونه. فقالت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: كأنه حديث، أو كأن الحديث حديث خرافة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة هو اسم رجل كان من عذرة، يعني من قبيلة يمنية، كان من قبيلة من اليمن أسرته الجن في الجاهلية، هذا الأمر قبل الإسلام يعني. فلما أسرته الجن مكث فيهم، فرأى فيهم أشياء عجيبة، فرجع لقومه فجعل يقص عليهم هذه الأقاصيص، فقال الناس حديث خرافة. ومن ساعتها أصبح مثل سائر، لما حد يتكلم بكلام عجيب يقول لك ده ايه؟ ايه الخرافه اللي بيقولها دي؟ بيخرف، حديث خرافه، فهذا هو حديث خرافه. ولكن هذا الحديث طبعا كما قال اهل العلم من حيث الاسناد لا يصح، ومن حيث المتن فيه نكره، يعني حديث ضعيف لا يقبل سنده، او لا يقبل ان يقوله، ان لا يقبل صحته يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب حديث أم زرع، أو حديث أم زرع. طبعا حديث أم زرع امرأة كانت كان أو هذه يعني يعني الحديث سمي بحديث أم زرع يعني نسبة لامرأة كانت تزوجها أبو زرع. فسنعلم قصتها في الحديث، هو حديث طويل. فالأول يعني إحنا نذكر الحديث ونشرح جزئية جزئية أفضل، بدل ما نذكره كله على بعضه يعني. حديث طويل مشهور بحديث أم زرع يعني، فيه النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستمع لعائشة رضي الله عنها، وقصت عليه حديثا طويلا عن 11 امرأة. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة
عن أخيه عبد الله بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة اجتمعن، قاعدة نسائية، قال كل واحدة تذكر من أخبار زوجها ولا تكتم شيئا، سواء كان بالمدح أو بالذم، كل واحدة تقول اللي عندها في زوجها يعني. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. طبعا هو الكلام فيه بعض الألفاظ الصعبة شوية، لكن إن شاء الله سنشرحها بعون الله تعالى. الأولى قالت: زوجي لحم جمل غث. لحم الجمل أصلا معروف إن هو لحم لا يطلب مثل لحم الأغنام، يعني لحم الجمل يعني لا يطلب مثل لحم الأغنام، يزهد فيه في الغالب يعني. الغث هو الهزيل، الغث لحم جمل هزيل، خلاص، على رأس جبل وعر. الوعر اللي هو الصعب يعني، يعني هو بتصف زوجها بأنه من صعوبة أخلاقه وسوء عشرته عامل زي لحم الجمل الذي هو هزيل، يعني أصلا لا يلتفت إليه ولا يحبه الناس، وهذا اللحم على رأس جبل وعر. يعني الجبل أصلا عشان نوصل للحم ده في صعوبة. هي قالت: لا سهل فيرتقى، يعني لا مكان سهل اللحم موجود فيه عشان نطلع نجيبه، ولا سمين فينتقل، يعني اللحم ده لو كان سمين وحاجة مرغوب فيها كنا تكبلنا المشقة وطلعنا الجبل وجبناه. فعايز تقول إن زوجها من سوء أخلاقه وصعوبة عشرة وصعوبة هذه الأخلاق وسوء عشرته معها، هذا هو حالهم، واكتفت هذه المرأة بهذا. فهذه الأولى. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، يعني لا أشيع خبر ولا أظهر ولا أظهر من خبري شيء. ليه؟ قالت: إني أخاف ألا أذره، يعني لو بديت أتكلم وأعيب فيه مش هسكت، يعني لو حتى أقول عيوبه مش هخلص. إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني لو تكلمت هجيب كل البلاوي اللي فيه فمش هخلص. فسكت تاني، خلاص كفاية كده، انتوا كده فهمتوا بالإشارة أنا عايز أقول إيه. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق هو رجل طويل طول بالغ مع قلة عقله وعدم رزانته، عارف الطويل الأهبل، هو ده العشنق. يعني تقول إيه زوجي إيه الطويل وأهبل طول على الفاضي، ما عندوش لا رزانة ولا عنده عقل. إن أنطق أطلق، لو تكلمت بعيوبه هيطلقني، لو تكلمت بالبلاوي اللي فيها هيطلقني، وإن أسكت أعلق، ولو سكت ورضيت بالقهر اللي أنا فيه والمرارة اللي أنا فيه هبقى عامل زي المرأة المعلقة. لا أنا ذات زوج أستمتع بزوجي ويعني يحسن إلي وعشرتي، ولا هو طلقني فسابني اتجوز واحد تاني استمتع بيه. ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. قالت الرابعه: زوجي كليل التهامه. تهامه هي منطقه جبليه عند مكه، او يعني قيل انه تقصد بها مكه وما حولها، وقيل هي منطقه منخفضه بين البحر الاحمر وجبال الحجاز واليمن. هذه المنطقة قالت عنها إيه؟ زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني المنطقة دي منطقة حلوة، لا هي شديدة الحرارة ولا هي شديدة البرودة، ولا هي منطقة مخوفة إنك تخاف على نفسك فيها ولا تسأم منها. طبعا واضح إن هي إيه؟ بتمدح، يعني هذه المرأة مدحت، عامل زي ليل تهامة، يعني راجل إيه؟ يعني راجل اخلاقه يعني سهله، يعني ما يعني لا شديد الحراره، يعني لا هو شديد، لا صعب في اخلاقه، ولا هو شديد اللين، بل هو رجل يعني ايه متوسط معتدل في اخلاقه.
لا يعني لا تمل المرأة منه ولا تخاف منه لاعتذاره في أخلاقه. طب كويس، هذه المرأة مدحت يعني. ها؟ لا لسه في كلام زين جاي لسه. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معهد. إن خرج إن دخل البيت يعني فهد يتطبع بطبع الفهود. العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال أنها تمدح في الحديث، ومنهم من قال هي الحديث في مدح وذم، ولكن أكثر الشراح قالوا أنها تمدح. إن دخل فهد، لأن الفهد يعني لما يخش البيت، لما يدخل بيته يعني يتغافل عن أمور كثيرة وياخد بعضه ينام. هذا الرجل إذا دخل البيت تغافل، ويعني غض الطرف عن بعض المعايب اللي في البيت وعن بعض الأشياء الذي يعني ممكن لو دخل رجل تاني يكبر الموضوع، لا هو إيه يتغافل. إن دخل فهد، وإن خرج إن خرج أسد تمدحه بالشجاعة، بره البيت رجل شجاع عامل زي الأسد. ولا يسأل عن معاهد، لا يسأل يعني عما ترك في البيت، ولا يسأل عن الأشياء التي ترك عليها أهل بيته والأشياء السابقة. خلاص هو رجل يتغافل يعني، والتغافل من شيمة الكرام يعني. ليس الغبي بسيد في أهله، إنما سيد الناس المتغابي كما يقولون يعني. فالذي يتغافل عن ويغض الطرف عن بعض الأمور هذا هو السيد الذي يسود في بيته ويسود في مكانه يعني. ومنهم من قال أنها تذمه بغفلته، يعني إذا دخل فهد يعني لا يسأل عن أي شيء ولا يهتم بزوجته حتى، يدخل ياخد بعضه ياخد جنب كده وينام، هذا هو الفهد. وإذا خرج أسد، بينما إذا خرج أسد بره البيت، فهو ذمت من وجه ومدحت من وجه ولا يسأل عما عهد. طيب قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. وطبعا النساء يبدو ان هي كان عندها ايه الفاظ جزله شويه يعني، الفاظها كانت عربيه اصيله يعني. بتقول زوجي يعني ايه راجل همه بطنه بس، يخش اذا اكل التف يجيب اللي في الصينيه كلها واللي في الصفحه كلها، ياكل من اي مكان ولا يهمه، اذا اكل لف واذا شرب اشتف خلص لنا الشرب، او خلص لنا اي حاجه مشروبه عندهم يعني، الشوربة او اذا شرب الميه اشتف. بعد ما ياكل ويملى بطنه ويظبط المسائل ياخد البطانيه والكلفت وياخد بعضه على جنبه وينام، ده معناه اذا اضطجع التف ولا له دعوه باي حاجه خالص، ولا يولج الكف ليعلم البث حتى يده، حتى ايده ايد حانيه كده، يضع يده على زوجته يعني ليعلم ما فيها من هموم واحزان، بمعنى لا يولج الكف ليعلم البث، البث اللي هو شدة الحزن يعني، يعني ما مش حنين مع نفسه كده، يخش يدب الدبة وياخد البطانية وعلى جنب في أي مكان، في الكنبة بره في الصالة ولا حاجة، ياخد بعضه وينام، ملوش دعوة بيا خالص، أنا في حالي وهو في حالي. طبعا دي ده سوء خلق وسوء عشرة. طيب قالت السابعة: زوجي عيا أو غيا طبقاء، كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل لك. بتقول زوجي عياياء، الراجل العياياء ده اللي هو ما يعرفش يعمل اي حاجه خالص، ما بيعرفش يتصرف يعني، عاجز عن القيام بمصالحه ومصالح من يعول، تمام، او غياياء يعني لا يهتدي لمنافعه كده او كده. وقيل العياياء ده شديد الشر يعني انسان شرير جدا جدا، او غياء يعني لا يهتدي لمنافعه، رجل انت عارف انت رجل لما يكون ربنا خاتم على قلبه كده ورجل فظ غليظ صعب العشره، ما تعرفش تتعامل معاه، في بعض الرجاله كده ربنا عارفين. طبقاء يعني احمق شديد الحمق غبي جدا يعني، راجل عياء ما بيعرفش يتصرف ولا يعرف يقوم بمصالح البيت، ما يعني لا يهتدي لشيء يعني، حتى لو كلمته ما هو اللي في دماغه غبي واحمق.
مع ذلك كل ده الا ده، اي صفه سيئه عند الناس وعند اي رجل تلاقيها فيه، كل ده الا هدى. ما فيش مصيبه في البشر الا ما تكون في الراجل ده، وشجاكي او فلكي او جمع كلك، هو حاجه من الاثنين، ينزل فيك ضرب يقوم فاتح دماغك دي شجاكي، او فلكي اما يمسكك يعجنك ويكسر لك عظمك، او جمع كل لك، يعني عادي جدا، يعني ممكن يفتح لها راسها من الغباء اللي فيه، او يمسكها يضربها يكسر لها عظمها، او الاثنين مع بعض، او جمع كل لك. ربنا يعينها الست دي بصراحه، يعني دي ده عايشه مع الراجل ده ازاي يعني. ماشي. وقالت دي السابعه، قالت الثامنه، زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. دي راجل، دي بتمدح في زوجها، الراجل لطيف جدا، راجل حنين خالص، يعني ايده كده ايد حنيه لطيفه، راجل نظيف مرتب، وريحه ريح زرنب، دي ده نوع من انواع الطيب، ريحته طيبه كده وجميله، راجل يعني حاجه جنتل خالص كده، تحب تعيش معاه يعني. يعني دي بتمدح طبعا مدح بحت يعني. طيب، قالت التاسعه، زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد، او طويل النجاد قريب البيت من الناد. رفيع العماد فيها قولان، اما يعني شريف النسب، العماد اللي هو النسب يعني عمود النسب عنده من عيله شريفه في النسب، وقيل رفيع العماد، العماد اللي هو عمود الخيمه، يعني عمود الخيمه عنده طويل، وده كنايه عن سعه بيته، يعني الراجل وسع بيته عشان يسع الاضياف، لما يجي له ضيوف يكون بيته واسع يستقبل فيه ايه؟ يستقبل فيه الضيوف. عظيم الرماد يعني كنايه عن ان الايه؟ على طول الطبخ شغال في بيته، على طول بيطبخ لمين؟ للضيوف. طويل النجاد تصف قامته انه طويل القامه. النجاد اصله حمالة السيف. حمالة السيف لما تكون طويله معنى كده ان الراجل طويل، لان السيف الطويل مش هيحمله راجل قصير. فعايز تقول ان الراجل، عايز تقول ان الراجل ده طويل القامه، وده شيء ممدوح، رجل طويل القامه. طويل النجاد قريب البيت من الناد، يعني بيته قريب من المجلس، هو عامل مجلسه قريب من البيت عشان لما يجي له ضيوف يبقى اي ضيف يمر على طول يخش ايه؟ المجلس ويتضايف وياخد الضيافه بتاعته. ف بيته قريب، بخلاف البيت لما يكون بعيد عن المجلس صعب ان هو ايه يعدي ضيف يقول له تعالى اوديك المجلس وبتاع، هيستبعد، لما الضيف يعدي تعالى المجلس اهو تعالى خش ياكل وياخد ضيافته وايه ويمشي. فبتمدح فيه هذه الصفات. كويس والله، جزا الله خير، ست ما قصرتش يعني. طيب، قالت العاشره، زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. عايز اقول لهم زوجي مالك، اسمه مالك، وما أدراكم ما مالك. مالك خير من كل الرجال اللي انتوا ايه قعدتوا تقولوهم دول، او خير من ذلك، خير من اللي انا هقوله ده. له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح، اذا سمعنا صوت المزهر ايقنا انهن هوالك. عايز اقول ان مالك عنده ابل كثير، كثيرات المبارك، كثيرات المبارك قليلات المسارح. الاصل ان الابل بيسرحها الراعي تروح تسرح ترعى الحشيش، لا هو مالك ده حاططها جنب البيت. قليلات المسارح كثيرات المبارك، بتبرك يعني، بروك الجمل هو البروك بتاعه، بينزل جنب البيت على طول، ليه؟ يجي الضيف يقوم واخد ينقي منهم واحده حلوه يذبح وياكل الناس، راجل كريم يعني. ها، حتى الابل بتاعته جاهزه، اي وقت تروح له يقوم يذبح وياكل الناس. إذا سمعنا صوت المزهر، ودي كانت آلة عزف يعني عندهم، الراجل ده يبدو لما كان بيجي له ضيف إيه بتسمع صوت آلة العزف دي، فبتعرف الإبل إنهن هوالك، خلاص الراجل ده مالك جاله ضيف النهارده، واحدة فينا النهارده إيه هتتذبح عشان تتقدم للضيوف. فبتمدح فيه كرم، رجل كريم يعني. طيب والله جزا الله خير. آخر واحدة بقى، قالت الحادية عشرة، زوجي أبو زرع وما أبو زرع. ما أدراكم، ما تعرفش من أبو زرع ده؟ أناس من حلي أذني، يعني أثقل أذني بالحلقان،
حلقان من كثرها، وانها كانت متدليه يعني حلاها. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. يعني شفت عنده نعيم لحد ما لحم اكتفي من خيره يعني بالبلد، يعني لأن العضد هو أول ما يقع عليه النظر. لما تلاقي العضد مليان كده تعرف الراجل ده إيه متربي، يعني ابن عز عنده خير يعني. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي. طبعا هنا التبجيح مش معنى ان هو يعني اساء الادب، التبجيح معنى هو ان هو بسطها، يعني ان هو جعلها فرحه، افرحها ففرحت نفسها التي بين جنبيها. خلاص يعني جعلها في نعيم، يعني تحكي بقى تقول ايه. وبجحني فبجحت الي نفسي وجدني في اهل غنيمه بشق او بشق. يعني انا كنت من اسره فقيره، عندنا شويه غنم بنرعاهم في ناحية من نواحي الجبل، وناس على قدنا خالص. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. إيه الكلام ده؟ نقلني نقلة كبيرة جدا من الحياة الفقيرة اللي كنت فيها إلى أهل صهيل، يعني أهل خيل. فرق، الواحد عنده خيول يعني معاه فلوس، إحنا كنا بشوية غنيمات كده في الصحراء. إلى أهل صهيل وأطيط، يعني أهل إبل، بنركب الإبل دلوقتي بقى عندنا، عشت في بيت في خيول وعندنا إبل بنركبها. ودائس ومنق، يعني الدائس اللي هو الذي ينقي الحبوب، يعني عنده خدم وعنده عمال بينقوله الحبوب، يعني الحبوب اللي هي كل ما شمل القمح والشعير والحاجات دي كلها. عايز تقول ان مش احنا كنساء بنقوم بالحاجات دي، عنده خدم وعنده عمال بيعملوا كل حاجه، يعني بيت عز. ودائس ومنق، فعنده اقول فلا اقبح واركض فاتصبح واشرب فاتقمح. يعني لما اقول الكلمه كلمتي، الكلمة كلمتي، من يعني أكرمها آخر كرم، كلمتها الأولى والأخيرة في البيت، محدش بيسفهها يعني. وأرقد فأتصبح، أنام لحد ما الشمس تطلع تضربني. في العادة المفروض في الزمن ده الست بتقوم من الفجرية، بتشوف بقى لو هتنزل مثلا، إحنا بنقول عليها الزريبة، أو هتعمل حاجة بره، ولا هتعجن عجين عشان تخبز، عشان تعمل فطار للراجل اللي منغنغها ومعيشها العيشه دي. لا لا لا، مفيش الكلام ده، عندهم خدم. فاركض فاتصبح نايمه لحد الضحى، وساعات لحد الظهر في الزمن ده، خدم موجودين والحشم موجودين والاكل جاهز وكله جاهز. واركض فاتصبح واشرب فاتقمح، اشرب لحد ما اشبع، يعني اكل وشرب زي ما انت عايز. ام ابي زرع، مش بس كده، راحت تمدح حماتها بقى، خلصت جوزها، ده من النعيم اللي هي شافته. ام ابي زرع، فما ام ابي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. يعني ام ابي زرع كان عندها مواعين وعندها متاع، يعني حدث ما شئت. ده دليل ان هي ايه؟ يعني عندها بقى من اصناف النعيم. بالطبيعي ان البيت فيه الحلل يا دوبك على قد البيت والكلام ده، لا ده هم عندهم حلل كبيره وصواني كبيرة عشان لما يطبخوا ويوزعوا كعادة أهل الكرم يعني. وبيتها فساح، بيتها واسع، بيتها فساح. طيب دي أمها بزرع طبعا، وقلما تجد امرأة تمدح حماتها. طبعا ده دليل إن هي شافت عشرة طيبة من الأسرة كلها يعني. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. يعني تصف مضجعه بأنه صغير في حجمه، يعني مش كبير، كمسل الشطبة، يعني كقدر مسل الشطبة، وهو ما شطب من الجريد اللي هو سعف النخل. يعني عايز تقول ان المكان بينام فيه مكان صغير، لانه كان ولد نحيف خفيف اللحم يعني. وتشبعه ذراع الجفرة، يعني تشبعه ذراع الجفرة اللي هي ولد الماعز من الأنثى. وهذا كناية عن قلة أكله، ما كانش بياكل كتير على الرغم من ولد متربي في بيت عز وبيت نعيم،
زي ما سمعنا كده، بس كان اكله ايه؟ اكلته قليله، وهذا الامر كانت تمدح به العرب. فهي تمدح الولد اللي هو ابن ابي زرع بهذا الامر يعني. وبنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع؟ طوع ابيها وطوع امها، بنت بره بابوها وامها، ملء كسائها وغيظ جارتها. ملء كسائها، عارف انت لما يقول لك الراجل ملء هدومه، هي كده البنت دي كانت ملء كسائها عكس اخوها بقى، هي كانت مليانه حتى بتملى الكساء بتاعها، يعني هي مليانه على عكس اخوها النحيف. وغيظ جارتها، من النعيم اللي فيه اللي فيهم كانت بتغيظ مين؟ بتغيظ جارتها بنت ابي زرع. بنات، تعرف عادة البنات ايه عقولهن فيها خفة شوية، فتغيظ جارتها عندنا وعندنا، وابويا جاب لنا وجاب لنا وجاب لنا، من النعيم اللي هم ايه فيه. جارية ابي زرع، مش بس كده، دخلت على الجارية كمان، تم مدحت البيت كله، عشان كده سمي حديث ابو زرع، حديث ام زرع عفوا. جارية ابي زرع، فما جارية ابي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث او تنقث في رواية أخرى ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. هذه الجارية مدحتها أم زرع بأنها كانت ما بتطلعش أسرار البيت بره، لا تبث حديثا لا تبثيثا، وده من الصفات الطيبة في الخدم، ما بيطلعش سر البيت بره أبدا. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني ما بتفتش في المتاع بتاعنا، ما بتفتش في الحاجات بتاعتنا وتقعد إيه توزع منها بره على الناس، عندها أمانة، كانت جارية أمينة. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني كانت محافظة على نظافة البيت وترتيب البيت، ما كانتش بتسيبه لحد ما يتسخ يعني. قالت خرج أبو زرع، مزرعة تحكي، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. في يوم من الأيام خرج أبو زرع مسافرا، وكان الموسم ده موسم الربيع، والوقت ده كان عندهم يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية، في ضرع الايه، في ضرع المواشي. فكانت الاوطاب ساعتها تمخض، يعني اسقية اللبن كانت تحرك حين يخرج منها الزبد، يعني تمخيض اللبن. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، ولدين بيلعبوا حواليه عاملين زي الايه، زي الفهدين كده الصغيرين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، تشير الى ثدي رمانتين، يعني ثدي هذه المرأة. فطلقني ونكحها. فتن أبو زرع بالمرأة دي، شافها عجبها، عجبته، ست كانت طيب، يعني يصيبنا بعض ما يصيب القوم، ربنا يخفف عنهم يا رب. نسأل الله أن ينجي إخواننا في غزة رب من تحت القصف، ويلطف بهم ويرحمهم يا رب برحمته الواسعة، وأن يشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم، وأن يتقبل موتاهم، وأن يسدد رمي إخواننا المجاهدين الموحدين في سبيله في كل مكان. يعني شوف سبحان الله، صوت زي ده يعني هم ليل نهار عايشين فيه، بل يعني أفظع من ذلك بكثير يعني. طيب إحنا وصلنا لحد فين؟ ففوتنا ابو زرع، ففوتنا ابو زرع بهذه المراه اللي كانت بدينه كده، وكان يعني كما وصفتها ام زرع، عيالها بيلعبوا حواليها وكده، فوتن بجمالها، راح طلق ام زرع فنكحها، ونكح هذه المراه. يعني شوف بعد كل ده يا راجل كان طيب العشره ومنغنغها ومعيشها العيشه دي، في لحظه فوتن بامراه غيرها، كل ده ايه راح طلقها واتجوز الست دي. ليه كده بس ابو زرع؟ طيب قالت فنكحت بعده رجلا ساريا ركب شاريه واخذ خطيه واراح علي نعما ثريه. ام زرع بعد كل النعيم ده كله، ايه بعد كل النعيم ده كله، طلقها ابو زرع، راحت اتجوزت بعده رجل ساريا، يعني رجل شريف، يعني شريف النسب. وركب شريه، يعني ركب فرسا عظيما، واخذ خطيه، يعني كان عنده كنايه عن شجاعته، كان عنده رماح، فياخذ الرمح بتاعه ويخرج من شده شجاعته يعني. واراح علي نعما ثريه، يعني من اصناف النعيم
أزواج من الإبل والبقر والغنم، ويعني كناية عن كثرة المال والثروة العظيمة. يعني الرجل كان شجاع وكان غني أيضا، عنده مال يعني. وأعطاني من كل رائحة زوجة، زوجين زوجين من كل أصناف النعيم. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، مش بس كده، كلي وتنعمي وأعطي أهلك كمان. الرجل كريم عليها وعلى أهلها. مع ذلك قالت أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هيروح فين من أبو زرع؟ كل الكلام ده كله ما يجيش أصغر آنية عند أبو زرع. هي خلاص حبت أبو زرع حب من النعيم اللي شافته في أبو زرع. ومع ذلك الراجل يعني، هم الرجالة كده، ما لهمش أمان، ما لهمش أمان. الله المستعان. ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قاعد سمع كل القصة دي كلها، قاعد منصت. وهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هنا في باب المعاشرة أو باب السمر، يعني أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث عشان يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أحيانا يحدث نساءه بما يعني يدخل عليهن السرور، وكان يستمع إليهن ويعلق بأشياء يدخل عليهن أيضا السرور. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني أنا هأكرمك وأحسن عشرتك كما فعل أبو زرع مع أم زرع. طبعا من هذه الناحية، لكن من ناحية الطلاق لن أطلقك طبعا. يعني هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، إنه ولي ذلك القدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.